شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخر مره هندلنا الدنيا بتاعتنا وشفنا الدنيا ماشيه ازاي ومفيش اي مشكله. هفكركم ان احنا في الروتس اخر حاجه هندلناها الروتس كلها، واخر حاجه وقفنا عندها عشان نبدا عندها ان احنا قلنا لما يدخل بعد اللوكال هوست 4200 ده الديفولت يو ار ال، يدخل لي كاتيجوري والاي دي، والاي دي قلنا بيستقبله عن طريق البرام. البرام ده بيكون عباره عن نقطتين فوق بعض اي دي. اذا هنا بقول له انا هستقبل برام اللي هو البرامتر، تمام؟ ما فيش اي مشكله، تمام. لو انت ملاحظ من كلامي قلت لك لو دخلت واحد المفروض يجيب رقم واحد اللي هو الفودز، لان الفودز الاي دي بتاعه رقم واحد، واثنين الكودز وهكذا، تمام. من كلامي انت ملاحظ بقول لك بترجع داتا، تمام. اذا بترجع داتا المفروض هتعمل اكسس على الباك اند على اليو ار ال بحيث ابعت له الاي دي رقم واحد يرجع لي الاوردرز بتاعت رقم واحد. فانا عاوز اروح في الباك اند اهندل الدنيا ديت، اعمل يكون في ريكوست اول ما اعمل اكسس عليه وادي له الاي دي يرجع لي الاوردرز الخاصه بالاي دي ده. هنعملها ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. اول حاجه هروح، تمام، خلينا نقفل ده كله، كلوز اول تاب. انا عاوز ارجع ايه؟ اوردرز. اذا هروح في الريبو بتاعت الاوردرز، الريبوستوري اللي في الداو، تمام. قلنا ديت اللي بتتعامل مع الداتابيز، دي اللاير الخاصه بالداتابيز، وشرحناها قبل كده على البنت ورسمناها وكل حاجه تمام. عشان اجيب الايه؟ الاوردر، اول حاجه بابليك هترجع طبعا لسته اوف ايه؟ اوف اوردرز، تمام. هعمل امبورت، تمام، مفيش مشكله. اسم فانكشن، ركزوا معايا، الجي بي اي روبستوري والسبرينج ماجيك. يعني ايه ماجيك؟ انت المفروض تروح تكتب سيلكت اول فروم اوردرز هوير كاتيجوري اي دي ايكوال كذا. لا، هنا بقى عن طريق اسم الفانكشن تقدر تجيب الاوردرز بتوعك. ايه ده؟ يعني مجرد ما اكتب جيت باي ايه؟ باي كاتيجوري، المفروض باي البي كابيتال، باي كاتيجوري، ركز معايا، كاتيجوري اي دي، تمام اهو، تمام. وهنا المفروض بياخد ايه؟ بياخد اي دي، هقول له لونج اي دي. عاوزكم تركزوا معايا جدا عشان اي غلطه مش هيقدر يقراها، لان كتابه الفانكشن ليها رولز، مش اي فانكشن بتكتبها وخلاص. فتعالوا نشوفهم ازاي بنكتب الفانكشن، تمام جدا. اول حاجه خلينا نشيل ديت ونكتب مع بعض. اول حاجه عشان تعمل سيلكت من داتابيز بنستخدم حاجه اسمها فايند، تمام. فايند معاها باي، تمام. باي ايه؟ عاوز تجيب الاتريبيوت ايه؟ انا عندي هنا، ركز معايا، في الاوردر، تمام، في الاوردر انا عاوز اجيب كل الاوردرز لما الايه؟ الكاتيجوري اي دي ايكوال الاي دي اللي انا هاخده. فانا هقول له فايند باي كاتيجوري، اهي اي دي لوحده هو اوتو ايه؟ اوتو انكريمنت بيجيب لك الايه؟ الحاجه انا اهو فايند باي كاتيجوري اي دي. كده هو عرف انك انت عاوز تجيب كل الاوردرز اللي موجودين هنا لما الكاتيجوري اي دي يكون بيساوي الاي دي اللي انت هتديه له. هديه له فين؟ هديه له هنا. طبعا كنت كاتب هنا جيت، طبعا جيت غلط، اسمها فايند يا جماعه، تمام. فديت حاجه من الحاجات السبرينج بتفهمها، ودي طبعا حاجات ادفانسد جدا يا جماعه، انك تكتب اسم بس فانكشن وهو يترانسليت للسيكوال. طبعا دي حاجه جميله جدا، بتوفر عليك حاجات كتيره جدا. ما بتكتبش جمل سيكوال ولا اي حاجه، لا، ده انت بتكتب بس اسم فانكشن وهو بيفهمها، تمام. اذا فايند باي كاتيجوري اي دي وبتدي له ايه؟ الاي دي. كده ديت لوحدها، شوف السطر لوحده هيروح يجيب لك كل الاوردرز اللي موجودين هنا لما الاي دي كاتيجوري يساوي ايه؟ يساوي الاي دي اللي انت هتديه له هنا. ده كان بالنسبه لايه؟ للريبو. طبعا انت بتمشي هنا على طريقه الكامل كيس، اللي هي اول كلمه بتبقى ايه؟ اول حرف سمول، بعديها اي كلمه بتيجي بعديها اول حرف لازم تبقى كابيتال، يعني باي البي كابيتال، كاتيجوري السي كابيتال، اي دي الاي كابيتال. فدي طريقه الكامل كيس، فدي برضو من الحاجات اللي لازم
تاخد بالك منها. اذا فايند باي ديت ممكن تقول انك بتعمل سيلكت من داتا بيز، تمام؟ كاتيجوري اي دي ده الاتريبيوت اللي انت هتعمل بيه سيلكت وبتدي له ايه الاي دي. باي ديفولت يا جماعه لوحده بيروح يفهم مع نفسه، عشان كده تلاقي اكتر من واحد يقول لك ايه سبرينج از ماجيك، سحريه. ايا كان انا عملت الريبوستوري بتاعتي ما فيش اي مشكله، تمام؟ هروح فين اللي اوت او الايه الطبقه اللي بعديها السيرفيس، هروح على السيرفيس على الاوردر، هقول له ركز معايا، هقول له بابليك ليست اوف اوردر، طبعا هترجع ليست اوف اوردر، تمام؟ هقول له جيت اوردر باي، تمام؟ باي ايه؟ باي اي دي، اي دي كاتيجوري، تمام؟ فيها مشكلة؟ طبعا هنا ار، تمام؟ اوردرز باي باي اي دي كاتيجوريز، تمام؟ اهو المفروض هنا بياخد ايه؟ هياخد اي دي، الاي دي بتاعي، تمام؟ دي مجرد فانكشن. هقول له ايه؟ ريتيرن الاوردر ريبوستوري دوت فايند باي كاتيجوري اي دي، وهدي له الاي دي اللي هنا. فيها مشكلة؟ كده انا رجعت الاوردر بتاعي اللي هو الريبو، تمام؟ وقلت له هات لي الفايند باي كاتيجوري اي دي. طبعا هنا لو عملت كنترول سبيس هيقول لك بيرجع ليست اوف اوردر اللي هي ديت، وبدي له الاي دي اللي موجوده هنا. كده احنا هندلنا الفانكشن بتاعتنا في الريبوستوري وفي السيرفيس، تمام جدا. هروح هناك عامل ايشيو اوردر فايند باي كاتيجوري اي دي في الايه في الريبوستوري والسيرفيس. هروح كليك يمين جيت، تمام؟ اد جيت كوميت كنترول في، هعمل كلوزس كوميت اند بوش، كوميت اند بوش بوش، هستنى قبل ما يعمل بوشنج، تمام؟ اهو خلص البوشنج، هروح هناك هيعمل لي كلوز والكوميت بتاعه وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.